هيك بقدر أبلش. عادة أنا المصورة مش الصورة، وعادة أنا اللي بسمع مش اللي بحكي، بس اليوم غير، ولأنه غير بدنا نبلش ونرجع للبدايات، لأيام المدرسة، للهواية، لأيام ما كانت الكاميرا فيلم 36 صورة كنت أصور فيها النشاطات والرحل المدرسية. وأكبر إنجاز بالنسبة لإلي إنه المدرسة تستخدم صوري في التقرير السنوي، ومن المختبرات العلمية للحياة العملية، ولأول تحدي، لأول صراع اجتماعي، للطلاق، انفصال أمي عن أبوي. وقتها أبوي تركنا وإحنا صرنا تحت حضانة ومسؤولية أمي. كيف بدنا نكون تحت هاي المسؤولية، وكيف بدنا نثبت لكل الناس إنه الأم بتقدر تربي وتعلم وتكبر وتنجح وتكون فخورة في بناتها وفي أولادها. هون أخذنا أول قرار النجاح، نكبر مع بعض ونكبر بعض. درست صحافة وإعلام وصرت أشتغل شغلين بنفس الوقت، وجبت أول كاميرا ديجيتال، ووقتها جبتها على التقسيط لأنه ما بدي حدا يجيب لي إياها، بدي أنا أعمل حالي من حالي، وبدي أنا أرسم مشواري وأخلي الباب مفتوح لغيري. صرت أطلع على كل الفعاليات الموجودة بالبلد، طبعت بطاقات مكتوب عليها صفحتي على الفيسبوك عشان الناس تصير تعرفني. بوقتها كانت الناس تستغرب من وجودي، هلأ الناس صارت تستفقد وجودي. بوقتها في ناس كانت تفكرني أجنبية، يطلعوا علي يقولوا لي فوتو فوتو بيكتشر بليز، أطلع عليهم وأرد وأحكي تكرم عينكم، يطلعوا علي بانصدام ويقولوا لي طلعتي عربية؟ طبعا أنا عربية فلسطينية وأفتخر. صار يحكوا لي الناس عارين ما بنفع تتأخري بالليل على البيت، الناس شو بدها تحكي عنكم، الناس بدها تحكي يعطيك العافية لأنك كنت تشتغلي. كل حدا بفرض احترامه الناس رح تحترمه، وكل حدا بيآمن بحاله الناس رح تآمن فيه، وكل حدا بوثق بحاله الناس رح توثق فيه. صارت تحكي لي الناس هذا الشغل متعب، هذا الشغل خطر، هذا الشغل حكر على المصورين، انت ما رح تقدري، انت ما بنفع تكوني مصورة. مين قال؟ هذا شغفي، هذا حلمي، هاي هوايتي، أنا بقدر، أنا هذا الشغل اللي بحلم أكبر فيه، أنا بقدر وبدي أثبت للكل إني أنا بقدر. وهون بلشت الفكرة الأولى، شرارة النجاح، معرض هويتي، أول معرض صور فوتوغرافية بجسد حياة الإنسان الفلسطيني بالشارع وسط الناس مع الناس وعن الناس وللناس. عادة المعارض المصورة معروفة إنها بمسارح بملتقيات ثقافية وأماكن محددة. كسرت الحواجز وبلشت بفكرة جديدة، هاي الفكرة خلت في طلب أكتر والناس بدها تشتغل مع عارين أكتر، وصرت بحاجة لمكتب، وبدل ما أدور على مكتب يكون جوا عمارة قررت إنه يكون جوا سيارة. أول وكالة تصوير متنقلة في فلسطين، شفيق. الناس صارت تحكي لي مجنونة، في حدا بيعمل مكتب جوا سيارة؟ هذا الجنون وصلني لتوقيع أكبر عقود مع أكبر شركات ومؤسسات وبنوك البلد. هذا الجنون وصل كل مشهور وكل إنسان فلسطيني من برا فلسطين يتصور بهذا المشروع. هذا الجنون وصلني ليوم افتتاح حلم العمر، أكاديمية عارين الرناوي للتصوير، بيت المصورين، المكان اللي بيجمع الشغف، العلم والفن، وكل إنسان بهدف وبسعى ليكون عنده بصمة في عالم التصوير. المكان اللي كان افتتاحه كمي ونوعي وخلاني أقدر أقوي قلبي وأطلع على أمي يوم الافتتاح وحكت لي أنا فخورة فيك. وقتها حسيت أنه أنا كنت قد المسؤولية وأني أنا وصلت الرسالة، وبطلت أنا عارين المصورة الهاوية اللي بتشتغل لحالها وبتنزل صورها على السوشيال ميديا. صرت أنا عضو في منتدى سيدات الأعمال وبمثل دور المرأة الفلسطينية في عالم الريادة وتأسيس مشاريع شبابية بتهدف لخلق فرص عمل إلي ولغيري. في خربشة في الصور بس هاي طبعاً منتدى سيدات الأعمال، دايماً أنا بآمن في إشي إنه أكبر داعم للمرأة هي المرأة،
وعشان هيك ولأنه منحكي عن الدعم، هلأ أجا وقت A+. A+ برنامج ريادي شبابي اجتماعي بيسلط الضوء على كل الناس اللي ناجحة وقدمت وأعطت وابتكرت باسم فلسطين، وبتستاهل منا أنه نحكي لهم شكراً، وبتستاهل منا أنه نعطيهم أعلى درجات التقييم والتقدير في كل العالم اللي هي الـ A+. ومن صراع البوزيتيف والنيجاتيف، ومن صراع الإيجابي والسلبي، ومن صراع الكورونا السبب اللي غير حياة الملايين، وقف كل شغلي. أنا شغلي ناس، تجمعات، افتتاحات، مهرجانات، فعاليات، ممنوع ممنوع ممنوع. طيب تعليم كمان ممنوع وصار كل شيء أونلاين. طب شو أعمل؟ أستنى الفرصة تجيني لعندي؟ ما بقدر، بدي فرصة جديدة وبدي فكرة جديدة. طلعت بفكرة بوصلة. بوصلة هو مشروع جديد بهدف لتشجيع السياحة الداخلية بفلسطين، لأنه بأيام الكورونا توقف السفر والناس صارت تتوجه للطبيعة والأماكن المفتوحة وللأرض. فأنا قلت لازم نلاقي مشروع بهدف لتنظيم هذا المجال في فلسطين، بعيد إحياء العادات والتقاليد الفلسطينية بس بلمسة عصرية شبابية، وبيخلق فرص عمل جديدة لكل الناس اللي تأثرت بهذا المجال بالكورونا. وهلأ أجا وقت النهاية، ومع كل نهاية في بداية جديدة. وأنا بدايتي كانت السوشيال ميديا، المنصة اللي شاركتكم فيها نجاحي وبدايتي وقربتني منكم، وكانت سبب لبداية غيري وتوصيل رسالة غيري لكل العالم، كانت السبب بإعادة إحياء القضية الفلسطينية لكل العالم، وكانت السبب بتوجيه بوصلة العالم نحو فلسطين، لأنه كان عنا محتوى هادف، ولأنه كلنا كنا إيد واحدة. وبالبداية ومع كل بداية تذكروا دايماً إنه مع كل بداية في خوف، ومع كل خوف في تحدي، ومع كل تحدي في فرصة، ومع كل فرصة في إنجاز، ومع كل إنجاز في حلم، ورا كل حلم في أنت وفي أنت وفي أنا. أنا عرين، أنا إم شفيق، أنا كنفوش، وأنا بنت منال. شكراً.